أهلا بكم مع فقرة الخزنة لهذا اليوم، فقرة جديدة حلقة 23، ونشوف من سيكسب هذا اليوم مثل الحلقات السابقة، ومن سنحزن أيضا عليه مثل ما حزننا لأنه ما فتح الخزنة. خزنة جديدة وثلاث أيضا أشياء ومواد جديدة في البحث هنا من مأرب. نصور ونسجل هذه الحلقة. معانا طبعا متسابقتين، تعرف عليهم الاسم. ذكريات الشليف. الشليفي. ذكريات الشليفي من وين يا ذكريات؟ من صنعاء. صنعاء، اسمع لها تحية، ذكريات الشليفي من صنعاء. بينما هنا أيضا على يساري سارة عدنان. سارة عدنان من تعز. من تعز، اسمع لها تحية هنا من الجمهور في تعز. ثلاث حاجات الآن بطلبها منكم، من الأسرع تجيبها بتكون هي الفائزة، تكسب 20,000، الخاسرة لها هدية. عمليات البحث لثلاث أشياء هنا في مأرب بداخل هذا المول، ركزوا معي. المطلوب ثلاثة أشياء، أولاً كيلو لوز صنعاني، واضح مفهوم؟ مفهوم. الشيء الثاني آيس كريم، تمام؟ برضو الآيس كريم تصبوه بنفسكم من الآلة، من نفس الآلة أنتوا تصبوه، مش جاهز. الحاجة الثالثة بدلة لمواليد مخاليق صغار. على بركة الله تسمعوا صوت تنطلقوا وتعجلوا. 1 2 3 بسم الله تنطلق ذكريات وتنطلق معنا. يوم هنا 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 أين اللوز الصنعاني لو سمحت؟ لوز الصنعاني دي كيلو تؤدي. أين الميزان؟ أين اللوز الصنعاني؟ بسرعة سريع سابقة سريع لو سمحت. وين؟ كيلو كيلو شرد السعارة بس ردوا على شمي سابق. أنا اللي شو أسوي؟ أنا اللي شو أسوي؟ خلاص كيلو. وين الكيلو؟ شوف طلع كيلو. كذا كيلو كم سوا؟ حد مواليد سنة. سنة أيوة سنة. كم الساعة؟ يا لا مواليد صغار. أيوة هات هذا كم الساعة؟ خلاص شوي. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك من ومن وين؟ من صنعاء. من اسمك؟ عماد نبي أحمد عوف. تشجع من منه؟ صاحب صنعاء. ذكريات. أيوة. ليش؟ لي واحد من صنعاء. طيب بس صاحبة صنعاء كانت مترددة شوي. ما انطلقت يعني بالبداية، وكانت عندها المحلات ممكن مش عارفة ايش المحلات توقع بتفوز. أيوة. المحلات هذه سهلة ولا صعبة؟ والأشياء هذه سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب الأيس كريم من وين بتجيب لو كنت؟ عند صاحب الأيس كريم. وين الأيس كريم؟ وين المحل؟ اللوز الصغير. نازل. نازل في طابق ال الأول. ولا البدلة حق المواليد؟ الدور الثاني. طبعا هو يحاول ونشوف الآن. ما زلنا نتواصل معكم هنا وبانتظار أولى الواصلات من المتسابقتين. وصلت. طيب بس انتبه انتبه. أيوة وصلت أولا من ذكريات. طبعا شوف هذا كيلو. خلاص انا انت كلتي ولا لا؟ ايوه انا كلته. مالش روحتي؟ مش متاكده ولا لا؟ هو قال لي خلاص كيلو. مش لا يمكن. استعجلت يصير وقت. مش كيلو الحين. انت قلتي له كيلو ولا لا؟ لا قال ما قال لا. كمل عد معها وقت. كمل. في بدلات اطفال. انت كلتي كيلو بس ما هو شوي كامل. في بدلات اطفال. بدلات اطفال مش كامل. سريعين.
ولا كلام، خليها تنزل عاد. مخلوط طيب. تأكدي كيلو ولا مش كيلو؟ تأكدي بس. للأسف ما أدري شباب، ما أدري وصلت، قلت لها كيلو ارتبكت وقالت ماني متأكدة. أشوف طبعاً جابت الأيس كريم، جابت بارد مسابقة، ولكن ما أدري إيش اللي حدث هذا. الآن ثلاث دقائق ونصف يا شباب، إذا انتهت الخمس دقائق للأسف لن تكون معنا فائزة أبداً. خلاص ما أدري كيف بصراحة، رغم وصلت الثانية. خلاص الأيس كريم وصل، واللوز، اللوز كم؟ كيلو. أيوة كيلو لوز. كلتي بنفسك؟ أيوة. خلاص خلاص صاحبة وصلت أول، وصلت أول. خلاص 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 يلا خلاص عادي. شوف طيب إيش كيف كان تفاعل صاحب المحلات؟ إيش قالوا؟ عادي، قالوا تفضلي صاحب اللوز. إيش قال؟ تفضلي وزني عادي. وزنت؟ أيوة. وين حصلتي اللون؟ تحت الدور الأول. أول مرة توزن؟ ما شاء الله 5 كيلو ولا كم؟ 5 كيلو. قال هو قال هو كيلو. ايوه اول ما جبتي كانت حاجه صغيره، ما تاكدي اني كيلو. ايوه والان تاكد. انا ما بعرفش كم الكيلو، هو قال لي هو خلاص كيلو. الطفل هو اصلا طفل ما قدر يوزن. انا اقول له خلاص وصل كيلو، انا ما بعرفش كم الكيلو بالهذه، قال لي خلاص وصل كيلو. الاخت ذكريات كانت الواصله الاولى وكادت ان تكون الفائزه الاولى لولا انها ما تاكدت من الكيلو في البدايه، ما جابت كيلو، جابت اقل من الكيلو، وبالتالي للاسف محل والله مش اني. قال لي خلاص كيلو. تستاهل هديه طبعا، المركز الثاني اعطوا لها تحيه، تستاهل ذكريات. للاسف ما كان كيلو من البدايه. هذه هديتك طبعا المركز الثاني، وحظ اوفر ان شاء الله. ان شاء الله. حاجه بس عادي ما بزعل. ليش عارف. فازت معنا المتسابقه ساره عدنان من تعز، اسمع لها تحية للفوز، تستاهل. طيب لها طبعاً 20,000 ريال، فازت في المرحلة الأولى، اسمع لها تحية سارة، وهذه 20,000 ريال. والآن طبعاً مع الخزنة، ونشوف الخزنة وما بداخلها. طبعاً بداخلها 100,000، إن شاء الله توفقي فيها. طبعاً بانتظار الخزنة الآن، وتوصل الخزنة، بس ركزي معي في الخزنة وعملية فتحها بثلاث أرقام. هذه الخزنة الآن، اسمع تحية جمهور. تفضلي يا سارة، هذه الخزنة بداخلها 100,000، ركزي. بسم الله، جيب الكارت، ادعو لها بس. هذا الكارت طبعا الحلقة 23، على بركة الله إن شاء الله نقول 100,000 من نصيب سارة عدنان. قولي بسم الله، توكلي على الله. بسم الله. 2 3 7. للأسف خطأ، ركزي سارة. أول رقم خطأ وأول محاولة راحت عليك. المحاولة الثانية لا تربكوها يا شباب. 2 3 3، باقي المربع. لا لا تربكوها أنتوا يا شباب. آخر محاولة إن شاء الله 100,000. بسم الله. 2 3 1. للأسف طبعا بنفتحها الآن بنفس الرقم. سعيد تفضل، بيفتحها بنفس الكرت هذا، لابد واحد منهم صح. سعيد تفضل شوية يا شباب. الرقم الصح 2 3 3 4 4، مربع ويفتح. أنت سويتي 3. هذه طبعا 100,000 ريال، للأسف ما كانت من نصيب سارة عدنان هنا، لكن كان من نصيبها هذه 20,000، وايضا هذا الكرت للذكريات، وان كانت يعني ذكريات غير حلوه. والخزنه ان شاء الله غدا تكون مع متسابق اخر وفي مكان اخر، نغلقها هنا ونفتحها ان شاء الله بكره. نتمنى ان تكون من نصيب احد. شكرا لكم، في امان الله.